الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الاثنتا عشرة فضيلة التي للروح القدس المكتوبة في الكتب المقدسة، تحليت بها يا أبانا الطوباوي القديس العظيم المكرم البابا الأنبا كيرلس السادس، فقد ظهرت فيك المحبة والرجاء والإيمان والطهارة والبتولية والسلام والحكمة والبر والوداعة، الصبر وطول الروح والنسك. كنت صورة حية لمسيحنا القدوس مقروءة من جميع الناس، تشهد بفضائلك كل الأجيال، ونحن نمدحك ونطلب صلواتك عنا. الشماس بولس ملاك والمرنمة فايزة نسان يقدمان غني بالفضائل. بمناسبة تذكار قداسة البابا كيرلس في 9 مارس 2012. يا بابا كيرلس كلنا طلب صلاة، ارفع ايدك واطلب لنا من الإله، اخترت أهياء الطرق نلت الحياة، وعن يسع ما تفتري دايما معاه. غني بالفضائل عنده منها كنوز كتير، ناسك وزاهد في الحياة عايش فقير، وقلبه عمران بالمحبة لناس كتير، محبة طهرة مش محبة مزيفة. غني بالفضائل عنده منها كنوز كتير، ناسك وزاهد في الحياة عايش فقير، مش محبة مزيفة. يا بابا كيرلس كلنا طلب صلاة، ارفع ايدك واطلب لنا من الإله، اخترت أهياء الطرق نلت الحياة، وعن يسع ما تفتري دايما معاه. نال الأكاليل الليل متجهزة، وبقت صلاة لينا أكبر معجزة، يا ما ناس راحت له مريضة ومتعكزة، رجعت سليمة والمرض زال واختفى. نال الأكاليل الليل متجهزة، وبقت صلاة لينا أكبر معجزة، يا ما ناس راحت له مريضة ومتعكزة، رجعت سليمة والمرض زال واختفى.